بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم الثالث عن حلقات أو سلسلة الأفيال وفي رمضان، وتحذير أن احذر الفيلة وابتعد عن خفافيش الظلام، لأنهم هم التلوث في زمن التلوث. أولا، الدرس اللي أنا تعلمته ولا زلت أتعلمه بصدق في مجال التعاملات الإنسانية والعمل، إن الشاطر والمخلص في عمله ملوش في نفسنا، يعني مش مؤذي. الشاطر عمره ما كان مؤذي، الشاطر عمره محترم، الشاطر دايما في حاله، الشاطر مش بيسرق مجهود حد ولا مجهود الآخرين. الشاطر بيشارك بكل ما يعرفه في أي اتجاه. الشاطر بيتعلم مهما كبر. الشاطر باختصار واثق في نفسه وثابت مكانه، مش محتاج نفسنا يعني، ولا محتاج إن يكون الأسلوب بتاعه وحش، لأنه ثابت في مكانه ومش محتاج يطلع بالعافية الأذية والغرور على حد حجمه ضعيف وعارف إنه هو ضعيف. المهم، أنا بقول إن الشاطر دايما مش مؤذي. فأنا بقول ارتقوا، الدنيا مش مستاهلة عشان مرتب أكبر، ولا علشان درجة وهمية، ولا علشان ألقاب مزيفة. الشاطر بيشتغل وبس، ودول من أنواع الفيلة، فابتعد عن كل مؤذي. كن كالشمعة تضيء للآخرين، وسيكون لك قيمة ولحياتك معنى. سيتهافت عليك المحتاجون ليأخذوا قبس من نورك يشعل شموعهم. سيتراكد الناس للبحث عنك عندما يحل عليهم الظلام، فالشمعة تكبر وتكبر قيمتها عندما يكثر الظلام. فاحذر الفيلة وابتعد عن خفافيش الظلام، لأنهم هم التلوث في زمن التلوث. هناك بعض الذكريات المؤلمة مع صاحب درجة كبيرة لم يفهم المكتوب باللغة الإنجليزية ولا العربية، دي تجربة عن تجربة شخصية، فأعطى القرار باللغة الفرنسية لتهريج شوية ومترجم بالعبرية. وقلت له أهديتك كتابا كي تقرأه، ولكن لن أهديك عقلا كي تفهمه. وهذا صاحب المقام لا يقرأ ولا يفهم ما يقرأه، وفي النهاية يقرر ما لا يفهمه. أعطى قرار هذه التجربة للموافقة للحصول على تأشيرة لندن للتكريم في لندن، كتبها باللغة العربية والإنجليزية، أن الموافقة للحصول على تأشيرة لندن من سفارة أفريقيا. طبعا هذا خطأ مقصود لكي يقوم بضياع وقت التأشيرة عليك، وهذا مثال لألقاب، لأصحاب الألقاب. والسلام عليكم ورحمة الله. فأنا بقول لكل واحد، هل يملك من الدرجات والألقاب والدرجات العلمية والألقاب، مش هقول المزيفة فيه إلا من رحم ربي، هل تفوقت على ألقابك المزيفة؟ لأن يولد الإنسان ويموت بلا ألقاب. يا أصحاب الألقاب الوهمية، هل يتناول العلماء أمثلة، هل يتناول العلماء اسم أينشتاين بلقب
بروفيسور أو دكتور؟ هل يتناول العلماء اسم مشرفة باسم لقب، بلقب أو دكتور، أو طه حسين بلقب دكتور، بعد أن حفروا أسمائهم لتكون على السطر منفردة؟ فهل تفوقت على ألقابك؟ فيقال أينشتاين ويقال طه حسين ويقال مشرفة، حفروا أسمائهم على السطور منفردة. فاكتب اسمك بالإبداع على سطر دون دعامات، بروفيسور، دكتور، أستاذ دكتور، معالي الوزير، الفخامة، أصحاب الفخامة والسمو والسعادة والمعالي والبيه والباشا. ولكن فما أكثر الألقاب التي لا تقدم شيء سوى الهدم. ففي النهاية المصير فريق في الجنة وفريق في السعير. فإلى أين أصحاب الألقاب والدرجات العلمية؟ والسلام عليكم ورحمة الله.